الأرقام الرسمية بتقول إن كل ساعة في القاهرة في حادثة اغتصاب أو تحرش، كل ساعة. الأرقام الرسمية أيضاً بتقول إن عندنا 20,000 حادثة اغتصاب في السنة. 20,000. هي أم، هي أخت، هي ابنة، هي صديقة، كل دول بيغتصبوا وبيتحرش بيهم في الشارع. قضية هامة جداً. ضيفتنا النهاردة كان يومها عادي جداً، عايشة حياتها، بتمارس عملها، رايحة شغلها، وجالها الطلب اللي بيجي لكل دكتورة، حد مريض الحقيقة. عادي جدا، يوم عادي في حياتها، ما كانتش عارفة انه هيبقى اسود يوم في حياتها. نزلت من بيتها وراحت عملت واجبها، ولكن تحول هذا اليوم الى يوم مشؤوم، يوم اسود. لماذا تحول هذا اليوم الى يوم اسود في حياة الدكتورة عبلة عبد الرحمن؟ اهلا بك. اهلا يا فندم. انا اسف دكتوره، معلش السؤال، اغتصبوكم؟ احنا التلاته، هما التلاته قدام بعض؟ لا لا، حطوا كل واحد في اوضه. انا اسف، ولكن مهم جدا مدام حضرتك ضيفتنا النهارده تحكي للناس بشاعه الحاجه دي عامله ازاي. يعني ايه؟ هل التلاتة كانوا بيغتصبوك انت لوحدك ولا واحد؟ يعني حصل ازاي؟ لازم الناس تفهم القذارة اللي في الموضوع ده. ولا فارق معاهم كان اي شيء خالص. حسيتي بيه في اللحظة دي؟ شيء حقير لدرجة محدش يتخيلها غير اللي مر فيها. اكتر حاجة كمان بتوجع لما قررت ان انا ابلغ كل الناس. اغلب الحالات ما بتبلغش. ايوه، يقول لك فضيحه وفضيحه، وخلي الطبق مستور والناس هتقول علينا ايه. اكتر حاجه بتوجع انك بتلاقي الناس اللي حواليك بيقولك اسكت ما تتكلمش لان دي فضيحه. جوزك كان رد فعله ايه؟ جوزي كان رد فعله اكيد وقف جنبك. يعني حاول يوقف جنبي على قد ما هو يستطيع، بس جات لنا فترة وانفصلنا لأني حسيت إن هو ما وقفش جنبي كفاية. طب عرفتي بعد كده، أو أنت بتقولي أو التحقيقات بتقول أن الجاني كان ابن معالي الوزير؟ مش هو لوحده بس، هو وصاحبه الميكانيكي. أيوة أنا فاهم، زميل سيد شكمان. الناس اللي أيوة. بسأل لما عرفتي أنه ابن وزير، كان انطباعك إيه، إحساسك إيه؟ الحقيقة ما عرفتش في الأول، لكن لما عرفت حسيت أن أنا ممكن أخسر كل حياتي، ممكن أخسر القضية عشان ممكن. وزير بقى لا، يعني عنده قوة وعنده نفوذ، وبعدين تم تهديدي. لو جايب محامي كبير جدا، ده جايب أكبر محامي في البلد. أي مظبوط، يعني أنا تم تهديدي بولادي، حاولوا يقتلوني، فرامل العربية ثابت، عملت حادثة، رحت ما أنا بركن عربيتي طول عمري في العيادة تحت العيادة بتاعتي في السيدة زينب، عمرها ما حصل لها أي حاجة، ركبت العربية وما فيش فرامل. لا أنا عرفت كمان أن حصلت محاولة اغتصاب لأقرب الناس ليك. مظبوط، بنتي. بنتك؟ بنتي. ده سنة اغتصاب عائلة عبلة عبد الرحمن؟ يظهر كده يا فندم. أولا بنتي طبعا يمكن بعد ما البيت اتهز، وبعد ما اتطلقت من أبوها، وبعد ما حصل اللي حصل، البنت برضو حست إلى حد ما بضياع، لأن بنتي عاتبتني. بنتي اللي هي المفروض تكون متفتحة وعقلية مختلفة غير عقلية أبوها، واثقة فيك، واثقة فيا ثقة عمياء، عاتبتني قالت لي ليه احنا اتفضحنا، كنت لازم اسكتي يا ماما. انا كنت لازم افهمها ان ما ينفعش ما تاخديش حقك، ما ينفعش تسكتي وتسيبي الناس دول هما تعملوا كده، هما وغيرهم في ولاد الناس التانيين، ومش ولاد ناس عليك يا ماما. والله تنفع تبقى زعيمة. الناس ولاد ناس ليهم عيلة وليهم مال. انا يعني حبيتها من شوية. لو سمحت يا جماعة، ممكن مش من حق حد عشان نعرف هم بتقول ايه. اللي انا عايزة اقوله، ماشي يا ترى انت مقصر مع اولادك ولا قصرت في حق جوزك؟ ما كنت سكت احسن من الاول. ما كنت سكت، وكل ده عايشة فيه، لكن في حاجة جوايا بتقول الحق صوته عالي، لازم البراءة هتبان، لازم هيبان. مش سهل عليا ان كل الناس النهاردة تبقى عارفة ان انا تم اغتصابي على شاشات التلفزيون، مش سهل عليا ده. اطلعي عريانة دلوقتي. بالظبط، وانا اللي بعري نفسي، ما حدش بيعريني، انا اللي قررت ان انا اقول للناس الحقيقة ايه. انا بتمنى ان المجتمع يحترم الموقف ده،
لانه انا مش بقوله علشان اي حاجه غير اني انا خايفه، زي ما خايفه على نفسي خايفه على بنتي خايفه على اولادكم خايفه على كل الستات كل الولاد.